خليني اقول لك النهارده سبق مهم جدا قبل ما اروح لعلاء حمام واضم احمد السيد معانا عشان نترجم الجواب. الناس كلها انتظرت فيديوهات رئيس نادي الزمالك المعزول مرتضى منصور، لان النهارده كان من المفترض يطلع الفيديو الاول. في انقسام في هذه الحدوته، لأن دي ليست المرة الأولى التي يعد فيها مرتضى منصور بنزول فيديوهات ولا تنزل. يا ترى في استجابة لمساندة حسين لبيب حتى تجرى الانتخابات ويرحل عن النادي من الدولة أقصد، ومنعت هذه الفيديوهات ولا هتنزل؟ الموضوع في انقسام ما بين إن في ناس بتقول منعت هذه الفيديوهات، وهذا رأي ما له عليه ما علي، لأن كل مرة في فيديوهات وما بتنزلش، فطبيعي إيه اللي يمنع مرتضى منصور إنه ما ينزلش فيديوهات؟ أكيد تعليمات، أنتوا عارفين أنا صريح معاكم، أكيد تعليمات، ما حدش هيقدر يقول له في الدنيا أكيد تعليمات. أنا بحب أسمي الأمور بمسمياتها. حاولت أبحث عشان برضه اجيب الطرف الثاني رايه ايه، ووصلت عن طريق بعض الاصدقاء ان اول فيديو نازل او ما اطلق عليه مرتضى منصور الزلزال نازل يوم الحد، وسيكون يعني غالبا فيديو عن المخالفات والرد على الوزير وعلى الكابتن حسين لبيب. يبقى كده عندك الطرفين، انت مع ايه عبد الناصر؟ انا ارى ان في ظل هذه المشاكل اكيد الدولة مطلعة على ما اطلعت عليها، فليس من مفر من مساندة حسين لبيب حتى نهاية فترته والسلام عليكم وتحصل انتخابات، ولكن ما يحكى عن فيديوهات الزلزال بيغلب عليه الكلام هل في انتخابات ولا ما فيش انتخابات، وناس كتيرة بتراقب من بعيد، الجمهور عايز انتخابات، ولكن أعضاء الجمعية العمومية، ويمكن النهاردة كنت بتناقش مع بعض المسؤولين الكبار، قال لك في ناس كتيرة لا ترغب في إجراء انتخابات، الناس الجمهور عايز انتخابات. طب ما الفرق ما بين المطلع الذي لا يرغب في إجراء انتخابات والجمهور اللي بيدور على الاستقرار بالانتخابات؟ قال لك أن الزمالك يحتاج لمرحلة انتقالية، لأن ما به من مشاكل يصعب على أي مجلس منتخب إن هو يوقف النادي على رجليه، لأن المشاكل مالية بشكل كبير جدا ومشاكل إدارية بشكل كبير. ورأيي في كثير من القناعة، بالإضافة إلى أني خد بقى اعتبرها سبق بلاش انفراد، كل موظفين النادي في حالة تحقيق يومي، كل موظفين النادي في حالة تحقيق يومي، وهناك خبراء غير معلن عنهم في النادي من قبل نيابة الأموال العامة بشكل شبه يومي، وأن نيابة الأموال العامة استعانت بمجموعة من الخبراء كل في تخصصه للوقوف على حقيقة ما في الأوراق ومطابقته بما هو على الواقع، خصوصا في ملف الإنشاءات. يعني خبير فني مثلا بيعمل معاينة في 100 مليون مثلا بلاط مخالفة، بينزل على أرض الواقع فينهم ومحطوطين فين واتبلطوا ازاي ونوع البلاط والكلام ده كله، عشان يعمل تقرير فني للنيابه. وقيل لي ان ده سبب تاخير التحقيقات، لان قضايا الاموال العامه تحتاج الى وقت، والوقت النيابه بتختص بيها نفسها لانها بتجيب لجان من الخبراء والفنيين تستعين بيهم يرفعوا تقارير فنية
تستأنس بها النيابة في قراراتها. ومن هنا فسر لي لغز لماذا التأخير في التحقيقات. يعني مثلا السيد الموقر معالي وكيل النائب العام المحقق هيعرف البلاطة دي فرز أول ولا فرز ثالث إزاي؟ هيعرف البلاط ده بعشرة مليون إزاي؟ هيعرف البلاط ده هو اللي في الورق عنده دخل النادي تبرع ومعمول بيه فواتير شراء إزاي؟ دي مخالفة. الأوراق أثبتت المخالفة، لابد من مطابقتها. أنا أول مرة أعرف معلومة استعانة النيابة العامة بلجان أو أهل بيوت خبرة علشان خاطر توثق المخالفة، لأن وارد اللجنة يكون عندها خطأ. النيابة دورها إنها تشوف صحة ما رفعته اللجنة ومطابقته، إذا كانت المخالفة اللي رفعت سليمة وجاءت في الأوراق سليمة ولا فيها مشكلة. ده سبب تأخر القضايا، ولكن حصريا لعبد الناصر زيدان الموظفين في النيابة بشكل شبه يومي. في بعض الملفات، مش هقول ايه هي، وليس في كل الملفات. وهناك من القرارات التي ستحول دون دخول كثيرين للانتخابات في حال ما كان هناك انتخابات. هتقول لي ازاي؟ معلش الكلام ده خطير جدا النهارده. هتقول لي ازاي؟ اقول لك. الاستاذ هاني زاده سدد ما عليه من مخالفات فيما جاء من فلوس اخذها بالدولار. سداده للمبلغ ايا كان، مش هتكلم في تفاصيل، ولكن اقول لك عناوين. سداده طبقا للقانون اسقط رفع الدعوى القضائيه عليه بسداد المبلغ، ولكن اسقاط رفع الدعوى لا ينفي ابدا اتهامه بالاختلاس، فده لن تراه في انتخابات مدى الحياه. انا بضرب امثله لو سمحتوا. شوف انا بقول لك تصنيف تهمه، يعني شفت ورق. اقول تاني، تصنيف تهمه يعني شفت ورق. في محامي استند على ان دفع المبلغ يسقط الجرم، ولكن لا يسقط الصاق التهمة بصاحبها. يعني انا حرامي اهو، عبد الناصر زيدان حرامي، وجيت رديت المبالغ اللي سرقتها للاستاذ علاء حمام، واخد بالك انت؟ على امام اسقط الدعوة وتصالح. انا اخدت فلوس يا جماعة، روح يا عم الله يسهل لك. تمام، روحت بيتنا. ينفع انزل انتخابات مجلس نواب؟ انا حرامي. ينفع انزل انتخابات نادي؟ لا انا حرامي. ينفع انزل انتخابات مراجيح مولد النبي؟ ما ينفعش. تمام. يصنفوها المحامين حق الدولة والقانون، مش عارف ايه الكلام ده كله. المهم في النهاية في عملية ترقب بعيون الذئب عن قرارات خاصة بالانتخابات ربما تصدر الأحد القادم. ده ما لدي في هذا الملف باختصار وبعناوين بنفرد بيها. وبقول شكرا لعمرو أدهم، أول مرة أسمعه النهاردة وأشوفه في أكتر من حوار وأكتر من لقاء. تعظيم سلام، أثبتت إن إحنا كنا على حق، وكلامك في كل كلمة قلتها ثبت صحة كل مستند تقدمنا به للإعلام منذ عام 2017. بل
ارى انا نفسي اجيب دي جي، شوف الجنون بتاعي، اجيب دي جي واجيب حوارات عمرو ادهم واجيب اصحابي ونعمل قرطايه واحنا بنسمعه كاننا بنسمع عمرو دياب. كل ما يتكلم يقول الله اكبر، انا قلتها في 2018، الله اكبر انا قلت القضيه دي في 2017، الله اكبر انا قلت التفاصيل بتاعت المخالفه دي في 2019. اوعى راح جه اديله انت. انا بفكر اوثق ما على اليوتيوب من حلقات واعملها كده في ارشيفي للتاريخ بعد ما سمعت المحترم عمرو ادهم، وبشكره شكرا جزيلا على ما قبل بي في هذه الملفات الصعبة، وبثني على هدوءه وكياسته واحترامه للآخر ودماسة خلقه. وبقول لكل الزملكاوية اللي بيديروا، تستطيع أن تكون عمرو أدهم مركز في ملفه، مركز في ناديه، لا يوجه أي إهانة للآخرين. عارف بيقول إيه؟ عجبني جدا وهو يتألم وهو بيقول للأسف إحنا سمعتنا زفت في الفيفا. أحتاج معكم لحلقات لفصفصة بعض الأمور مما رأيته وما وصلني من معلومات، ولكن حبيت بس أبدأ معكم بعناوين عريضة لأن الملف ده ربما يكون معنا بشكل شائك خلال الفترات القادمة.